لدى مشاركة سموه احتفال سفارة سلطنة عمان الشقيقة لدى مملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني العماني، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن سلطنة عمان بقيادة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد قد حققت طفرات حضارية وتنموية متميزة تضعها أمام مستقبل مشرق. وقال سموه إن حرصنا على حضور الاحتفال باليوم الوطني العماني يمثل رسالة تعبر عما نكنه لسلطنة عمان سلطانا وحكومة وشعبا من محبة وتقدير، وما يجمع بين بلدينا الشقيقين من علاقات أخوية راسخة. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد قام بزيارة سفارة سلطنة عمان الشقيقة ظهر اليوم بمناسبة العيد الوطني 48 للسلطنة الشقيقة، حيث كان في استقبال سموه السيد عبد الله بن راشد المديلوي سفير سلطنة عمان لدى مملكة البحرين، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وعدد من السفراء المعتمدين لدى المملكة وعدد من رجال الصحافة ووسائل الإعلام. وخلال الزيارة تقدم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بخالص التهاني إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد وعلى الشعب العماني الشقيق بهذه المناسبة العزيزة، سائلا الله عز وجل أن يديم على سلطنة عمان وشعبها الشقيق الأفراح والتقدم والازدهار. وقال سموه إننا حرصنا اليوم على مشاركة الأشقاء في سلطنة عمان الشقيقة احتفالهم بعيادهم الوطنية، فأعيادهم أعيادنا، ونبارك لقيادة وشعب عمان الشقيق هذا اليوم تعبيرا عما نكنه لهم من مشاعر ود واحترام وتقديرا للبلد الشقيق الذي نجح بفضل قيادته الحكيمة وعطاء شعبه في أن يحقق نموذجا راقيا في التطور نال احترام الجميع. كما أكد سموه أن علاقات الأخوة والتعاون التي تربط مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة ترتكز على دعائم قوية من المحبة الوطيدة التي شكلت ولا تزال نسقا مميزا لشكل ومستوى العلاقات بين البلدين. من جانبه عرب سفير سلطنة عمان الشقيقة لدى مملكة البحرين عن خالص شكره وتقديره لسموه على تشريفه للحفل وحرص سموه على مشاركتهم الاحتفال بهذه المناسبة العزيزة بما يعكس مشاعر المحبة المتبادلة بين سموه وسلطنة عمان قيادة وشعبا. وقال إن تشريف سموه يمثل شرفا كبيرا، وزيارة سموه نقدرها ونعتز بها كثيرا، وهي بادرة ولفتة طيبة من سموه الكريم تدل على عمق علاقات المحبة والأخوة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، فسموه يحظى بحب وتقدير الجميع. وأشاد بما يليه سموه من اهتمام بكل ما يسهم في توثيق علاقات التعاون والمحبة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدا أن العلاقات البحرينية العمانية تتسم بأنها ترتكز على أسس متينة من التفاهم والمودة التي جعلت منها نموذجا في العلاقات الثنائية بين الدول.